يا اخويا هات الفلوس، هات الفلوس. اتفضل يا دكتور. هات يا حبيبي. اهلا اهلا اخوتي. ايه الاشكال دي؟ ناس غلابه. الله يكون في عونك يا اخويا، انا ما استحملش الحاجات دي. ما قلتليش بقى انت، قلتلي عايزه ايه؟ ايه يا عطيه؟ انت بقيت صعب خالص يا راجل. انت مش قلتلي تعدي عليا بعد ما تنزلي علشان تاخدي فلوس؟ نسيت. كام؟ 2000 جنيه. يا لهوي يما، مش كتير كده؟ كتير ايه يا عطيه؟ قسط العربيه يا اخويا وعدينا اول الشهر، مش كده يا عطيه؟ لا حاضر حاضر. ما انا ما كنتش اعرف ان الشهر بيجري كده. لا بيجري. قلتيلي كام يا حبيبتي؟ 2000 جنيه يا راجل. مالك؟ حاضر حاضر، ما قلناش حاجه، عينيا الاثنين اهم 2000 جنيه. انا عايز اعرف انت بتسيب فلوسك هنا في الدرج ليه؟ دماغي مقلوبة يا حبيبتي، وكمان بخاف اشيل فلوس وانا راجع بالليل بعد ما اقفل، حد من ولاد الايه يثبتني. على رايك. طب شوف لي بقى 1000 جنيه زياده عشان نازله السوق بعد ما ادفع القسط. لازم يروح السوق النهارده. لازم يا حبيبي، اصل هشتري حاجه مهمه قوي. لا ده مهم بقى، يبقى ما منهاش. اتفضلي يا حبيبتي تأمريني. هتتاخر النهارده؟ وحشتك يا جميل، مش كده؟ لا هقفل واجي وراك على طول. ما تتأخرش عشان عايزك في موضوع مهم. مهم قوي؟ لا ده مهم، يبقى خلاص.